بونجور ناتالي. هاي كيفك تينا؟ كيفك انت؟ صافا ما شاء الله. اليوم موضوعنا عن السكر، كثير بنحكي عن السكر، ايامات يمكن بس في بعض المأكولات ما بنعرف انه دخلهم سكر فما بنحسب حسابهم. اليوم رح توضحي شوي هالموضوع. اكيد هيدا موضوع بلشته نهار الخميس، وين السكر اللي عاده بدون ما نعرف نحن بنكون عم نتناوله. في كثير ماكولات يمكن بنفكر انه ما فيها سكر مضاف، ولكن بالنهايه نحن بنكون عم نتعدى كميه السكر المضاف اللي ممكن انه ناخذها خلال النهار. واكيد حكيت عن قد ايه لازم ناخذ سكر، بس رح اذكر المشاهدين انه نحن عندنا معدل تقريبا حوالي 6 ملاعق ل 8 9 ملاعق، اكيد حسب كل شخص احتياجاته اليوميه. ممكن انه نزيد من نسبه السكر باكلنا، يعني عندنا لنا حق ناخذ هالكميه هاي خلال النهار، بس نحن لسوء الحظ بنتعدى هالكميه لانه السكر موجود بكثير اشياء، خاصه وقت اللي بناكل ماكولات يمكن مصنعه او معلبه سريعه، لانه نحن هلا بعصر سرعه بدنا اشياء سريعه كرمال تنقدر نهدي الجوع اللي يمكن نتعرض له خلال النهار اذا ما عندنا وقت انه نحضر اكلنا. سو هول المأكولات مهم نعرف شو فيها. انا ما عم بقول انا ما عم بحط ما عم بسلط الضوء على هالمأكولات هاي كرمال تخوف الناس او تقلهم ما تاكلوا منها هالمأكولات، ولكن تنعرف نحن كيف ناكل وكيف ننظم نظامنا الغذائي، لانه بالنهايه فينا ناكل من كل شيء ولكن لازم نعرف شو هي الكميات اللي نحن بنحتاجها. هلا اكيد كثرة السكر بتأثر على كثير من المشاكل، ليش بنفكر انه نحد من كميه السكر؟ لانه الدراسات فرجت انه تناول السكر بكثره حتى اذا كان السكر اللي جاي من ماكولات طبيعيه ممكن انه يؤدي لمشاكل صحيه، منها اكيد ارتفاع تريغليسيريد عند الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالدهون بالدم، والتريغليسيريد هون بيتاثر مش بس بالدهون ولكن كمان بنسبة السكر اللي عم ناخدها إن كانت من الفواكه أو حتى أكيد. من السكر الطبيعي. كمان كثرة السكر بتأثر على مشاكل الكبد، وفي بعض أنواع من مشاكل الكبد لها علاقة مباشرة بتناول واكثار الاكثار من تناول السكر. يعني عم بحكي انا هون عن النون الكوهوليك ليفر سيروسيس اللي ممكن انه تؤدي لتشمع بالكبد اذا نحن ما عرفنا نعالجها وما انتبهنا على وزننا وعلى كميه السعرات الحراريه اللي عم ناخذها. مشان هيك السكر مهم. اكيد ما ننسى الاشخاص اللي عندهم سكري كمان اللي ضروري انه ينتبهوا لنسبه السكر السريع اللي ممكن يتواجد باكلنا. بدي اذكر برقم التليفون نتالي، نحن ناطرين اتصالاتكم على 0444444. لكن وين ممكن ان يكون هالسكر موجود؟ بالاشياء ما كثير يمكن نحن متوقعه انه مزبوط يكون فيها سكر. بلش اليوم بالمأكولات المعلبه، نحن بنعرف انه عاده وقت اللي بنتناول مأكولات معلبه بنفكر دغري انه فيها ملح، وهي مأكولات الملح اكيد بينزيد كرمال تيحافظ على المأكولات، ولكن في بعض انواع من مثلا البقوليات او الحبوب اللي كمان بينضاف لها سكر تتحافظ اكثر على هالمأكولات هاي بالمعلبات، منها البازيلا، الذرة، واكيد الفاصوليا المعلبه. نحن اوقات بنشتري ما عندنا وقت يمكن نسلق هالمأكولات هاي، بنشتريها وبنقول اوكي هيدي نشويات فيها الياف، فيها الياف مفيده، دونك إذا تناولناها ما في أي مشكلة، ولكن لازم نعرف إنه إضافة للنشويات اللي موجودة بهالأنواع من المأكولات في نسبة سكر، يعني في سكر مضاف. إذا بدي آخذ مثلا في سكر زايد بالعلبة، يعني مثلا إذا أنا أكلت كباية ذرة أنا بكون عم باخذ معها حوالي ملعقة السكر. هالقد؟ في ملعقة سكر مضافة على هالمأكولات. بالفاصوليا في أكثر، في حسب أكيد الأنواع في بين الملعقتين لثلاث ملاعق سكر مضافة بالكباية. بس ليه هالقد؟ هالقد لانه بحاجه اوقات يمكن تنحسن الطعمه، تنحافظ عليها يعني؟ تنحافظ عليها وتنحافظ كمان على الطعمه، يعني اذا بتلاحظي اذا اكلتي شي مره فاصوليا طيبة معلبه فيها كثير سويتنس، صح، بينما اذا انت زيت الفاصوليا سلقتيها بالبيت غير طعمه، ما عندك اكيد هالطعمه هي.
هو اكثر تجذب الاشخاص لتناولها. فاذا انتبهوا بس بدكم تاكلوا ماكولات او بالاخص بقوليات وحبوب معلبه ننتبه قديش عم ناخذ فيها سكر. هلا اذا نحن ما عندنا اي مشكله صحيه فينا نتناولهم اكيد، بس نحسب حساب انه نحن بالنهايه بدون ما نحس عم ناخذ كميه سكر. ما في معلبات يمكن خاليه من السكر او محافظين على المواد بغير طريقه؟ بلا، مثل ما قلت بالاول في معلبات خضره معلبه بالاخص ما بيضيفوا لها سكر، بيضيفوا لها كثير ملح، ولكن انا اليوم عم بحكي عن السكر اللي هو موجود. اي اصح بالنسبه لك نتالي؟ هو اثنيناتهم مثل بعض، لازم نعرف نحن شو اللي بيناسبنا اكثر. ودائما فينا نغسل الخضره او الحبوب قبل ما ناكلها، منخفف من نسبه الملح، وبيضل تناول الماكولات المفرزه، يعني اذا نفس الماكولات مثل الدرع سو بديل افضل. البديل الفروزن، الفروزن اكيد احسن من الماكولات اللي بتكون معلبه. هلا اذا مش قادرين نوصل لهالماكولات هاي ومنا يمكن قريبه لإلنا، ممكن انه نتناولها، ولكن ننتبه شو عم ناكل. هلا لانواع البسكوي. هلا اكيد بدك تقولي لي ما كل البسكوي فيه سكر بس انا هون حبيت احكي اكثر عن الماكولات هاللي بتكون مسمينها لايت. الماكولات اللايت والبسكويات اللايت بنفكر لايت دغري مغشوشين، يعني نحن مش مغشوشين، انا ما بقول هيك. هو المعلومات اللي موجوده منا غلط، بس منا مسلط عليها الضوء مثل ما لازم. مشان هيك انا اليوم حبيت احكي عن البسكوي العادي والبسكوي اللايت. نحن وقت اللي ناخذ بسكوي لايت شو اول شغله بنفكر فيها؟ انه مخفف بالدهون. صح؟ دونك نحن بذهننا انه مخفف بالدهون يعني اكيد فيه نسبه سعرات حراريه كثير اقل. سو بدل ما ناكل حبتين بسكوي عم ناكل 4 و6 حصص بسكوي، خاصه انواع البسكوي اللي نحن بنحبها واللي نحن معودين انه نتناولها. مثلا اذا بدي انا قرنت عده انواع من البسكوي بين العادي واللايت، الفرق بالسعرات الحراريه ما بيتعدى حوالي لكل، اذا بدي احكي كل 2 بسكوي انا اخذت حس 2 بسكوي من كذا من كذا نوع، اذا بدي اقارن اللايت منهم الفرق بالسعرات الحراريه ما بيتعدى ال 60 سعره حراريه بس كفرق بين اللايت والعادي. هلا نسبه الدهون ببعض الانواع من البسكوي اقل، مزبوط. يعني في انواع فيها حوالي 4 جرامات من الدهون بالحصه، واللايت اللايت فيرجن تبعيتها فيها حوالي الجرام من الدهون. هلا 3 جرامات من الدهون يمكن منا كثيره، بس ليش لا، خلينا نخفف. ولكن السكر بيضل هو ذاته، وحتى في بعض انواع من البسكوي نسبه السكر والكربوهيدرات بتزيد. فاذا ننتبه مش عشوائيا نشتري هالمنتجات من السوبر ماركت، لانه فيها نسبه السعرات الحراريه ما بتتغير، ونسبه السكر معظم الاوقات وقت اللي بنخفف الدهون بتزيد. فاذا الاشخاص خاصه اللي بيعانوا من السكري ينتبهوا انه مش لانه لايت نشتري معناتها خفيف بالسكر، معناتها خفيف بالسكر. لازم ننتبه لكميه اكيد الدهون وكمان كميه السكر اللي موجوده بالماكولات. معنا اتصال. الو. الو. صباح الخير. بونجور. مين معنا؟ ناديه. الحلو ناديه، تفضلي. بدي اسالك، حكيت عن المعلبات. طيب اوكي، الفروزن كمان فيه سكر؟ لا، ما انا قلت كنت عم بقول انه الماكولات المعلبه بينضاف لها ملح وبينضاف لها اوقات سكر، ولكن الماكولات الفروزن ما فيه سكر، يعني ما فيه سكر زايد. لا، ما فيه سكر مضاف. يعني ما بيضيفوا له سكر ولا ملح. اوكي. بعدين مثلا يعني العادي كم ملعقه سكر بالنار لازم ياخذ ليكتفي مثلا ياخذ حاجته؟ اوكي. هلا انا وقت اللي قلت معدل حوالي 6 ملاعق سكر يوميا، يعني 6 ملاعق ما يوازي 6 ملاعق، يعني نحن وقت اللي ناكل فواكه عم ناخذ سكر سريع، يعني بدنا نحسب تقريبا حوالي سكر مضاف حوالي الملعقتين او 3 ملاعق، لانه بالمأكولات اللي بناكلها مثل الفواكه بالاخص في سكر سريع، يعني في فركتوز، وهدول كمان بينعدوا من احتياجاتنا اليوميه. يعني اذا شخص عم بياكل بدون ما يزيد سكر
السكر على أكله، ما لازم تتعدى كمية زيادة السكر إذا هو عم ينتبه على الحصص تبعوله، ما لازم تتعدى الملعقتين بس كمان. هو شغلة كنت عم تقول نادية أنه قدي بيلزمنا سكر بالنهار، بس نحن يمكن تنبلش بهالموضوع نحن مش بحاجة للسكر 100%. يعني أنا وقت اللي هون عم نحكي شو الليميت اللي مقبول أنه نتناول هالكمية السكر 100%. أنا عم أقول أنه هل 6 ملاعق سكر أو ما يوازي 6 ملاعق سكر. نعم. يعني عم بحكي أنا بس فينا نستغني عنه كليا، يعني وقت اللي نحكي عن أنا بحاجة لكمية كربوهيدرات بالنهار، منهم في قسم من هالكربوهيدرات فيني أخذهم سكر سريع، يعني سكر الموجود بالفواكه بالعصير وبالسكر المضاف. نعم. هلأ إذا أنا ما بدي أكل سكر أبدا، سكر مضاف، أنا فيني إذا أخذت 3 حصص فواكه أنا بكون أوريدي غطيت احتياجاتي اليومية بهالسكر السريع. دونك أنا بكون أخذتهم هالست ملاعق سكر اللي عادة إلي حق أخذهم، أنا مني بحاجة أنه نضيف سكر على أكلي أكيد. كمان اتصال. ألو. ألو. بدي إياك توطي صوت التي في بليز، سمعينا من التليفون. إيه ألو بونجور. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك ميرنا. تفضلي، شو سألك ميرنا؟ نعاد عليكم أول شيء. ثانك يو. وعليكي كمان. أنا بدي أسألها لناتالي بس بالنسبة للخضرة، كانت عم تقول على المعلبات، بدي أسألها عن الخضرة المثلجة إذا منيحة مفيدة. وين كنت؟ وين كنت قبل شوي؟ سؤالها شوي مختلف. كنا عم نحكي عن الموضوع. بركي يمكن أنا كنت على التليفون وما في التلفزيون وما سمعك. شو سؤالك بالتحديد؟ سؤالي أنا عاملة عملية الميني باي باس، كنت صراحة 120 كيلو. نعم. هلأ صرت 75 كيلو، بس أنا عم بستعمل سكر اصطناعي بعدني لهلأ. هذا الشيء بضر أو بيفيد؟ بس هذا السؤال. وبالنسبة للخضرة المترجة إذا في مجال فيني استعملها غير المعلبات. أوكي. قدي بتتناولي بديل للسكر بالنهار؟ ماشي سكر، يعني أنا بشرب نسكافيه واحد بلا سكر واحد مع سكر، هذا على بكرة، وبعدين في حال بدي أكل أي شيء بحط له سكر اصطناعي. اوكي. وبتنوعي من اختيار السكر الاصطناعي اللي عم تتناوليه؟ هو في اثنين، ما بدي اذكرهم، ما في غيرهم بستعملهم. اوكي اوكي. في عده انواع بدائل للسكر. برجع بقول نحن منا بحاجه انه نتناول سكر باكلنا، يعني نحن منا بحاجه انه نضيف سكر. انا وقت اللي كنت عم بقول ما يعادل الست ملاعق سكر، قصدي كمان انه السكر السريع اللي موجود بغير ماكولات مثل الفواكه والعصير والى اخره. هلا البديل للسكر، الكمية مهم نعرف شو الكمية اللي عم نتناولها. إذا عم ناخد كمية معتدلة، يعني ملعقة ملعقتين بالنهار مش مشكلة. أنا بفضل أنه قدر المستطاع أنه ننوع من اختيار هالبديل للسكر. هيك إذا في موليكول أو نوع معين من هالبديل للسكر ممكن أنه يأثر على صحتنا، إذا ما تناولناه بكثرة ما رح يأثر علينا. سو إذا عم تاخد ملعقة ملعقتين منه مشكلة. بس فيها تستمر أخذه يعني فترة طويلة أشهر؟ فيها تستمر إذا بعد على السكر الطبيعي. هلأ إذا عم تتناول كمية قليلة مش مشكلة، ولكن وقت اللي منصير عم ناخد من السوفت درينكس يمكن زيت المادة، بنرجع بعدين بمأكولات تانية بالشوكولات بالحلويات بتصفي الكمية كتير عالية. قدي عم ناخد مشروبات غازية خالية من السكر، قدي عم ناخد سكر بديل للسكر، هو اللي مهم نعرفهم. هلا إذا عم تاخد بس ما يعادل الملعقة أو الملعقتين منه خطر، حتى إذا بتضل تاخد منه. هلا فيها كمان إذا بدها تنتبه، فيها تنتبه على كمية السكر اللي عم تاخدها وتخفف طعمة الحلو، لأنه هي منا بس كم كالوريز، هي كمان أنا قدي عم عود حالي على طعمة الحلو. سو تنتبه على هالنقطة. سؤال عن الخضرة المثلجة، أكيد المتلجة أفضل كبديل. إيه بس هي كنت عم تسأل يمكن كمان إذا الخضرة المثلجة بتفيد غير إنه في إذا فيها سكر ولا لا. الخضرة المثلجة ما فيها سكر مضاف، والخضرة المثلجة الفيتامينات فيها بتضلها، ما نخاف إنه نتناول هالمأكولات، هاي أكيد بتفيد الخضرة المثلجة. نعم. بدي كفي ما بزمعنا اتصال معنا وقت، بدك تختمي على سريع. بدي أختم بس كمان أحكي عن البريكفاست سيريالز اللي نحنا دايما بنفكر حبوب الترويقة. حبوب الترويقة إنه هو اللي صحيات، انه ما فيهم نسبة سكر، مدعمين فيتامينز، هو صحيح مدعمين بالفيتامينز وبعض الانواع فيهم الياف. نعم. بس ننتبه على السكر، يعني اذا انا قرنت عند عده انواع لو عندنا وقت كنت بفرج المشاهدين، ولكن فيهم نسبه سكر لازم ننتبه قد ايه عم ناكل. نعم. وخاصه الاولاد لانه عم بيتعودوا على طعمه حلو بطريقه منهم. نعم. بحاجه لها. ثانكس ناتالي، رح ناخذ بريك مشاهدينا ومنكفي مع اكستريم.